فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب إبل في الصحراء ومقيمون عندها منذ شهر أصحاب إبل في الصحراء ومقيمون عندها منذ شهر ويعتزمون الإقامة هناك مدة أطول، هل يلزمهم إتمام الصلاة؟ نعم، إذا نووا إقامة أكثر من 4 أيام يجب عليهم الإتمام على مذهب جمهور أهل العلم، لأن السفر ينقطع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم.